فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في إحدى المناطق بالجنوب كانوا قديماً يختنون الرجل عند بلوغه سن 18، ويبقى الشاب قرابة الشهرين دون أن يتوضأ أو يصلي بسبب الجرح، وذلك جهلاً منه. وقد حدث ذلك لوالدي عندما كان شاباً، وهو الآن يسأل ماذا يجب عليه وكيف يقضي الصلاة التي تركها خلال الشهرين. يعني يتيمم تراب ويصلي. طيب، وش علاقة الختان بغسل الوجه والأيدي ومسح الرأس وغسل الرجلين؟ إنما هذا في الاستنجاء. الاستنجاء يمكن يستنجي بمنشفات، بحجارة، ما يغسل بالماء، يستنجي بحجارة أو منشفات يتنشف مخرج الحدث. وليس الاستنجاء ليس هو من الوضوء، وإنما هو من إزالة النجاسة، ليس هو من الوضوء. فإن كان أنه يتوضأ بدل غسل الأعضاء هذا غلط، وهذا ما يصح ولا يجوز. فيكتب السؤال ويرسل للإفتاء وينظرون فيه إن شاء الله. نعم.